السلام عليكم خوتنا الموالي، محبين قناه طيور فلوغ. موضوع جديد اللي بزاف كتسولون عليه الخوت ياسين، شنو هو غنعطي مورا الدواء؟ كيفاش غنرد المناعه الطيور ديالي؟ وكيفاش غنخلي الامعاء ديال الطيور ديالي نقيه؟ اليوم جينا نجاوبكم على هادشي كامل. كنتمنىكم الاخوان تشاركوا معنا وتفعلوا الجرس باش تخليونا نزيدوا في الاستمرار وتحفزونا الاخوان باش نزيدوا فيديوهات جداد ان شاء الله. واللي ما ابونيش معنا مرحبا بيه، واللي يلاه غيشوفنا مرحبا بيه. مازال غتزيدوا تشاركوا معنا ان شاء الله، ونبارطاجيو معكم كل اللي كيخص بالطيور واللي كنعطيو للطويرات ديالنا. وخليكم مع الانترو. السلام عليكم خوت، احنا اليوم جينا باش نشرحوا لكم داك التساؤلات اللي كتسولون عليهم كاملين، وجبنا لكم المنتوج اللي هو مهم ومجموع فيه داك الاسئله كاملين اللي كتسولون عليه، هو بروباك ميل. حنا الخوت كنجيبوا لكم شي برودوي اللي كنعطيوه للطويرات ديالنا، كنعطيوه للفريخات ديالنا، ما كنبارطاجيوش معكم شي حاجه كنقلبوا عليها من جوجل وما عارفينهاش كنبارطاجيوها، لا كنقلبوا على شي حاجه اللي كنديرها للطويرات ديالي. انا غنبارطاجي معكم كل شيء باش غادي الحمد لله انتاج عندي بخير والطويرات بخير وعلى خير. لشو هاد البرودوي هذا في القبل راه درته مع الخلطه اللي لحت لكم في الفيديو قبل، راه درته معاها وعطيتو الطويرات ديالي شفتو في الفيديو. انا غنعطيكم التعريف على هاد البرودوي ونزيد نشرح لكم مزيان. مهم بدرجه كبيره بعد اعطاء جرعه انتيبيوتيك لاسترجاع البكتيريا النافعه في الامعاء وتقويه المناعه في الامعاء. ها انت الخوت، هاد البرودوي هذا ملي كنعطيو الدواء كنطريطيو الطير ديالنا كيكون مريض، من موراها كنعطيو واحد راحه، كنديروا ليه واحد 3 جوغ من هذا باش يرد البكتيريا النافعه في الامعاء، حيت ملي كنعطيو لي زونتيبيوتيك كتموت لينا البكتيريا النافعه اللي في الامعاء. هاد البرودوي هذا كيردها. مهمه خوت اللي كيقول لك اشنو نعطي مورا تريتمون، ها هو اللي خاصك تعطي باش الطير يصح 100%، وفعال لوقايه من الامراض المعويه البكتيريه مثل الكوكسيديا والسالمونيلا، كيحمينا من الامراض المعويه، كيعطينا مناعه في الامعاء ديال الطائر. وللاستخدام منتظم لبروباك ميل يعمل على زياده المناعه الطبيعيه لدى الطيور ويعزز الرغبه في تناول الطعام وزياده الاداء في الانتاج. وهذا المنتوج مهم طول السنه مرتين حتى مرة في الأسبوع، طول السنة مرتين حتى مرة في الأسبوع. هاد البرودوي هذا كيشو راه مهم، كيعطينا المناعة للطيور، كيرد لينا البكتيريا في الأمعاء ديال الطائر، وكذلك كيزيدنا في النشاط للطيور في الرغبة في تناول الأكل وفي الإنتاج، يعني كيخلي الطيور نشيطين الحمد لله، وكيخليهم في واحد النشاط اللي هو جميل، وكيخليهم باش يخدموا ان شاء الله ويعطيكم انتاج مهم، حيت هو فيه املاح معدنيه وفيه بروبيوتيك، املاح معدنيه وفيه بروبيوتيك. ومهم حنا الخوت كنبارطاجيو معكم كل شيء، وطريقه الاستعمال ديالو 5 غرام في ليتر او 5 غرام في كيلو في اكل. والناس اللي غيسولوني عليه غيقولوا لي الثمن ديالو، هو الثمن ديالو ما بين 300 درهم 270 درهم، وهو راه فيه نص كيلو. بالنسبه للاخوان اللي عندهم طويرات بزاف ناقش هو وصاحبو يتفاردوا فيه، هو وصاحبو هو وصديق ديالو وياخذوه ويقسموه، وكاين واحد اخر رخص منه غير هذا اللي هو ديال شركه بروباك ميل اللي هو مهم بروكو ديال الشركه، عفوا ديال شركه بروكو، سمحوا لي الاخوت، هو الاسم ديالو بروباك ميل والشركه ديال بروكو اللي هو دكتور بروكوم، عنده ادويه زوينين بزاف. وكاين عاوتاني واحد اخر ديال الشركه طونفريد، ها هو اللي في التصويره هنايا، حتى هو زوين ومزيان، غير هذا احسن منه بزاف وفعال وزوين، في واحد منتوجات اللي هما زوينين. اخوان كنتمناكم تشجعونا وتزيدوا تفاعلوا معنا اخوانا، بزاف الناس كيتفرجوا في الفيديوهات وما دارينش ابوني، كنتمناكم الخوت ديروا ابوني باش نزيدوا في الاستمرار، والله يسخر الجميع، كنتمناكم على الثقه ديالكم فينا، والله يسخر الخوت.